اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم وفقنا وسائر من المسلمين وترضى يا رب العالمين. اللهم اقض حوائجنا وحوائج الاخرين وجزك لنا امورنا مع الراحه لقلوبنا وابدانها والسلامه والعافيه في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وحديثة في اهلنا واطمس على وجوه اعدائنا وسخطنا على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المضي الينا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اما بعد، نكمل قراءه وشرح الرساله القشيريه للامام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، فنفعنا الله بعلومه في الدارين امين. باب الشكر، باب الشكر. والشكر يكون على النعم، والحمد اعم من الشكر، والحمد يكون مطلقا في وجود النعم او قبل وجود النعم، فان الله حمد نفسه قبل ان تحمده الخلائق، فالحمد فيه التنزيه وفيه كل ما يليق بالله عز وجل حتى قبل ظهور النسب والاثار. اما الشكر فلا يكون الا بعد ظهور النسبه والاثر. الشكر يكون بعد ظهور النسبة والأثر، أي أثر الصفة والنسبة بين الخالق والمخلوق. قال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. قال هذا على لسان سيدنا موسى يعظ بني إسرائيل: لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر يكون معه زيادة. وقالوا أن الشكر قيد الموجود وقيد المفقود، يعني يقيد ما بيدك من نعمة ثم يزيد عليها ما فقد من نعمة، لأنه يزيد النعمة. لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر قد يكون بالقول أي باللسان، وقد يكون بالجوارح، وقد يكون بالاعتقاد بالقلب. فشكر اللسان معلوم، ليس هو بلفظ أشكر الله، ولكن قد يكون بهذا اللفظ وبألا تستعمل لسانك إلا فيما يرضي الله، ألا تستعمل لسانك إلا في ذكر الله، ألا تستعمل لسانك إلا في طاعة الله أمرا بالمعروف نهيا عن المنكر نصحا للمسلمين. لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. كل هذا شكر باللسان. فالشكر ليس ان تقول اشكر الله اشكر الله اشكر الله فقط، بل يقتضي القيام باعباء الامانه التي جعلك منوطا بها وعرضها على السماوات والارض فابين ان يحملنها واشفقن منها. فكلما قمت بها بلسانك فانت شاكر بلسانك، وكلما قمت بها بجوارحك فلا تنظر إلا إلى العبرة وإلى العظة، ولا تنظر إلا إلى ما يقربك إلى الله. وإذا نظرت إلى عيوب الناس سترتها ولا تفشيها فتكون شكرت بالبصر، ولا تسمع إلا ما يوصلك إلى الله، وتعرض عما يبعدك عن الله وأعرض عن الجاهلين فتكون شكرت بالسمع. وإذا أعنت إنسان ببدنك فقد شكرت ببدنك، وهكذا. وإذا نظرت بنظر قلبك إلى المنعم ولم تنظر إلى النعمة فقد شكرت المنعم بالقلب والاعتقاد ونسبت الخير كله إليه. قل إن الأمر كله لله وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا نظرت إلى الله واهب النعمة بنظر قلبك فقد شكرت بقلبك، ولم تركن إلى النعمة بل ركنت بقلبك إلى المنعم فقد شكرت بقلبك. وهكذا فالشكر عام، يستغرق الإنسان في حياته كلها، في اعتقاده وفي أفعاله وحركاته وفي لسانه وألفاظه وألفاظه. يقول: وحدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عفان الأهوازي قال أخبرنا أبو الحسن الصفار قال حدثنا الإسقاطي قال حدثنا منجار قال حدثنا يحيى بن يعلى
عن أبي قباد عن عطاء قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها مع عبيد بن عمير، يعني في عصر التابعين، فقلت: أخبرينا بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبكت لأنهم ذكروها برسول الله فغلبها الشوق فبكت، وقالت: وأي شأنه لم يكن عجبا، أي كل أحوال النبي كنت تعجب بها، كل أحوال النبي كانت في القمة في الاختيار وفي الأداء وفي التصرف وفي كل شيء، وأي شأنه لم يكن عجبا في أقواله وأفعاله، حتى في طعامه وفي شرابه، حتى في منامه، فكان صلى الله عليه وآله وسلم أكمل الخلق على كل حال وعلى كل مقام. وأي شأنه لم يكن عجبا، إنه أتاني في ليلة فدخل معي في فراشي، أو قالت في لحافي، حتى مس جلدي، ثم قال: يا بنت أبي بكر، ذريني أتعبد لربي. قالت: قلت: إني أحب قربك، فأذنت له. وهي إن من ضمن خلفت نفسها، الليلة ليلتها ولا يتركها إلا بإذنها. هذا هو الأدب الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الزوجات، الليلة ليلتها ولا يتركها إلا بإذنها. وهو اشتاق إلى ربه فاستأذنها فأذنت، رغم أنها ترى أن قرب النبي عندها أول، ولكن لما رأت من حبه وميله إلى عبادة ربه، فالمحب يحب ما يحبه حبيبه، فتركته صلى الله عليه وآله وسلم وأذنت له. فقام إلى قربة من ماء فتوضأ وأكثر صب الماء، ثم قام يصلي، يعني أسبغ الوضوء، ثم قام يصلي فبكى حتى سالت دموعه على صدره. إما أخذه الجلال أو غلبه الجمال، فإذا أخذه الجلال بكى حزنا، وإذا أخذه الجمال بكى شوقا. فالإنسان بين بكاء الجلال وبكاء الجمال، بكاء الجمال دموعه باردة، وبكاء الجلال دموعه حارة. ثم قام يصلي فبكى حتى سالت دموعه على صدره، ثم ركع فبكى، ثم سجد فبكى. هي طبعا الترتيب المنطقي، ثم رفع بعد الركوع، لكن هي تريد الاختصار، او الراوي يختصر تحتمل كده. ثم سجد فبكى، ثم رفع رأسه فبكى، فلم يزل كذلك حتى جاء بلال فآذنه بالصلاة، اي قام الليل كله صلى الله عليه وآله. فقلت له: يا رسول الله، ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي وقد غفر الله ذنب الكفار وما فعلوه فيك لأجلك، لأجل دعائك له. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يقبل دعائه في الكفار فلا يقبل دعائه فيك في نفسك، فمن باب أولى أن تكون أنت في المنزلة والقدوة العليا، ليغفر لك الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، أي ما وقع في حقك ممن كذبوك قبل هجرتك، وما تأخر، أي ما وقع في حقك بعد هجرتك ووقوفهم ضدك في بدر وفي أحد وفي الأحزاب وغير ذلك، لأن نسبة الذنب هنا لا تكون للنبي من حيث الاكتساب، فالنبي معصوم، ولكن يكون الذنب وقع عليه، النبي يكون الذنب وقع عليه، ويكون الكاف هنا من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، فالمصدر هو الذنب، والكاف هي كاف الخطاب، تكون أضيفت إلى مفعوله. كما جاء في القرآن: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، أي ولمن انتصر بعد ظلمه، أي ما وقع بعد وقوع الظلم عليه، فهنا الهاء هنا الضمير مفعول به أضيف إلى مصدره. ولمن انتصر بعد ظلمه
فأولئك ما عليهم من سبيل، أي إذا ظلمت وانتصرت بعد ظلمك لا سبيل عليك. فهنا الظلم وقع عليك ولم يقع منك، فهي من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، أي الذنب الذي وقع قبلك ممن كذبوك وممن عادوك وممن أرادوا قتلك وقهرك، فقلت اللهم اغفر لقومي فإنهم يعلمون لا يعلمون، فغفرنا لهم وأدخلناهم في دين الله وفتح لهم الفتح الكبير، واستفادوا بك أيما استفادة صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام. صبر يعني. أيوه. طيب بس ركبوا، طيب هنعمل ايه؟ طيب هو التركيب ده حياته بقى ما يشتغل فيها على طول بقى، يشتغل فيها بقى يعني، خليه يشتغل فيها الوقت ما يقدرهاش. طيب انت اديني تليفون قبل ما اما تبقى جاهزة. طيب وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالذنب وقع في حق النبي ولم يقع من النبي، فرق كبير، لأن النبي معصوم والذنب لا يستعمل في القرآن إلا في الكبائر، فكيف يكون وقع منه وهو معصوم من الصغائر أصلا؟ فكيف يتصور أن الذنب ينسب له؟ لأن الذنب بمعنى الكبيرة والسيئة بمعنى الصغير. تقول في القرآن اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، والتي تكفر هي الصغائر، فالسيئة صغائر، السيئات صغائر، أما الذنوب فهي الكبائر. فكيف تظن أن الذنب هنا يكون من النبي فعلا واحتسابا وهو بمعنى الكبير ومعصوم من الصغائر أصلا فضلا عن تكون الكبائر؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم معللا ما يبكيه، فقال أفلا أكون عبدا شكورا؟ يبقى بين أن هذا البكاء كان بكاء الشوق للجمال، لما استشعر كمال منة الله عليه استشعر كمال الجمال فبكى شوقا وبكى فرحا، فقال أفلا أكون عبدا شكورا، ولم لا أفعل وقد أنزل الله علي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، وهو إمام المؤمنين، والذين آمنوا أشد حبا لله، فيكون حبه لله استغرقه، فلما استغرقه تماما واستشعر كمال المنة فبكى شكرا لله عز وجل. قال الأستاذ اللي هو مين؟ الأستاذ عبد الكريم الخشيب. حقيقة الشكر عند أهل التحقيق الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع، يعني على وجه الخضوع يعني على وجه التذلل، على وجه العجز، أي تعترف بنعمة المنعم على وجه ترى أنك لست أهلا له وإنما هي من محض تفضله. وعلى هذا القول يوصف الحق سبحانه بأنه شكور توسعا، لأن لما نقول إن الله شكور هو ربنا سبحانه وتعالى، يعني اعترف بنعمة مين أصلا؟ يبقى دي من باب التوسع، لأن الله هو المنعم ولا يفتقر لأحد،
بل هو الصمد الذي يفتقر إليه كل أحد وهو لا يقوم بذاته لا يفتقر شيء. وعلى هذا القول يوصف الحق سبحانه بأنه شكور توسعا، يعني في المعنى لوجود نوع اشتراك ولو من جميع الجهات، ليس من جميع الجهات ولو من جهة واحدة، لأن العبد إذا اعترف بالنعمة من الله على وجه الخضوع اعترف الله له سبحانه وتعالى بقيامه بحق العبودية فيعطيه الثواب، فكأن هذا الفعل المقابل لهذا هو شكر لطاعة العبد له، وهي من باب المقابلة والمشاكلة. ومعناه أنه يجازي العباد على الشكر، أي على العباد العبادة، فسمي جزاء الشكر شكرا، كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. فهو عقاب الكافر السيئة، لكن الله سبحانه وتعالى جعل جزاء السيئة سيئة مثل باب المشاكلة، يعني كما أساء في حقنا نسيء في حقه، والإساءة في حقه هي في حق في حد ذاتها عدل، بل محض تفضل، لأنه جعله محلا لقهره بعدما كان لا شيء، بل بعدما كان عدما جعله محلا لتجلي القهر فيه، فهو أنعم عليه بوجود القهر فيه، فهي ليس سيئة من قبل الله، بل هي محض تفضل من الله جعله محل لظهور قهره، ولم يكن أصلا شيئا مذكورا. فإذا نظر المعذب هذه النظرة ونظر في وسط العذاب إلى المعذب لانقلب العذاب إلى نعيم، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يشعرهم العذاب ويذيقهم العذاب فحجبهم عن هذا، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون حتى يذوقوا العذاب، لأنهم لو لم يحجبوا من الله ووجدوا المعذب لاستعذبوا العذاب، لأنهم صاروا محرا لقهره، محرا لظهور قهره، فإذا استشعروا ذلك تحول العذاب إلى عذوبة وإلى نعيم، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يرد لهم ذلك. ولذا قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، أي من باب المشاكلة اللفظية، زي يمكرون يمكر الله والله خير الماكرين، من باب المشاكلة اللفظية أيضا. وقيل شكره تعالى إعطاؤه الكثير، وقيل شكره تعالى إعطاؤه الكثير من الثواب على العمل اليسير، من قولهم دابة شكور، يعني عمل قليل تأخذ عليه ثواب كبير، ليلة القدر خير من ألف شهر، ما قالش هي تساوي ألف شهر، بل خير من ألف شهر، يعني تعبد ليلة واحدة تاخد عبادة تزيد على عبادة 88 سنة، ده فضل كبير، بقى هنا فضل كبير، من صلى على النبي مرة صلى الله عليه 10، يعني لو ألف من صلى على النبي مرة صلى الله عليه مرة يبقى فضل كبير قوي، لأن أين فعلك أنت من فعل الله، فأنت إذا فعلت وقلت صلى الله عليه وسلم يصلي عليك مرة يبقى فضل كبير، فما بالك بقى جعل هذا الفضل مضاعف عشرات المرات، فهذا من فضل الله. وهذا معناه شكور، أي يجازي على الفعل القليل بالثواب العظيم، وعشان كده جابها بصيغة المبالغة، لم يقل من أسمائه شاكر بل من أسمائه شكور، فعول صيغة مبالغة، أنه يجازي العباد على الشكر، فتم جزاء الشكر شكرا، كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقيل شكره تعالى إعطاؤه الكثير من الثواب على العمل اليسير، من قولهم دابة شكور إذا أظهرت من السمن فوق ما تعطى من العلف، يعني إيه بيربي عليها، لغة المصريين في الأرياف يقول لك ده بيربي عليها، بيربي عليها يعني تلاقي الدابة تاكل العلف قليل لكن تدي لبن كتير وتدي لحمة كتير، يقول لك يربي عليها، يسموها دابة شكور، أي تعطي من السمن واللبن ما أضعاف ما تأكل من العلف. ويحتمل أن يقال حقيقة الشكر الثناء على المحسن بذكر إحسانه، فشكر العبد لله تعالى ثناؤه عليه بذكر إحسانه إليه، وهنا متوقف على رؤية النعمة، يعني على هذا المعنى متوقف على رؤية النعمة لا رؤية المنعم،
وعشان كده قال وقيلة وخلاها نمرة اثنين من حيث الدرجة. الثناء على المحسن بذكر إحسانه، فشكر العبد لله تعالى ثناؤه عليه بذكر إحسانه إليه، وشكر الحق سبحانه للعبد اللي هي المقابل بقى ثناؤه عليه بذكر إحسانه له أي عبادته له. أنت إذا شكرت الله أي بذكر إحسان الله وإنعامه عليك، شكرك الله أي بإعطائه الثواب لك على مقابل إحسانك أي عبادتك. ثم إن إحسان العبد طاعته لله تعالى، إحسان العبد أن تعبد الله كأنك تراك إن لم تكن تراك إنه يراك، مراقبة الله في السر والعلن. وإحسان الحق إنعامه على العبد بالتوفيق للشكر له. وإحسان الله للعبد أن وفقه أن يستشعر بالنعمة أنها من المنعم، ثم بعد ذلك يوفقه على أن يشكره، فهي توفيق. وشكر العبد على الحقيقة إنما هو نطق اللسان وإقرار القلب بإنعام الرب. يبقى الشكر العبد يكون لسان قلبي، ينطق باللسان وقلبه معترف بكمال النعمة. والشكر ينقسم إلى شكر باللسان وهو اعترافه بالنعم بنعت الاستكانة بنعت الخضوع يعني والتذلل والعدل، وشكر بالبدن والأركان وهو اتصاف بالوفاء والخدمة يعني القيام بحقوق العبودية من الطاعة وغيرها بالبدن، وشكر بالقلب وهو اعتكاف على بساط الشهود بإدامة حفظ الحرمة يعني بإدامة مراقبة الله عز وجل في كل حال. ويقال شكر هو شكر العالمين اللي هو العوام يكون من جملة أقواله. كل الناس يقول لك الحمد لله الشكر لله باللسان. وشكر هو نعت العابدين اللي هم أهل الخصوص من وسط العوام يكون نوعا من أفعاله، فيحول هذه النعم إلى طعام، يحول هذه النعم إلى مرضاة لله عز وجل، فلا يستعمل النعم التي أنعم الله بها عليه في معصية الله عز وجل. وشكر هو نعت العابدين يكون نوعا من أفعالهم أي بتحويل هذه النعم إلى أعمال في الطاعات، قيام بحقوق الربوبية. وشكر هو شكر العارفين اللي هو خواص الخواص، يكون باستقامتهم له في عموم أحوالهم، يبقى مراعاة الأداء في كل الأحوال، الاستقامة بقى بالقلب وبالأعضاء والأركان والأقوال، بل عارفين يعني يكون مع الله على كل حال، حتى أنه يرى النعمة عند زوال النعمة، يعني حتى عند زوال النعمة يراها نعمة. وقال أبو بكر الوراق شكر النعمة مشاهدة المنة، والمشاهدة معنى المعرفة، يقول لك مقام المشاهدة يعني معناها المعرفة. شكر النعمة مشاهدة المنة وحفظ الحرمة، قال حمدون القصار شكر النعمة أن ترى نفسك فيه طفيليا يعني لا تستحق شيء، ترى نفسك لا تستحق شيء وربنا أنعم عليك كده من غير حول منك ولا قوة، مش إنما أوتيته على علم، لا تقول ربنا الحقيقة يعني علشان أنا راجل طيب ربنا فتح علي، يعني أنت نظرت نفسك أنك أهلا للنعمة، أنا أصلا ما معطش ربنا أبدا عشان كده شوف ما حطش إيدي في حاجة لو تخبر الناس العوام مش يقولوا كده، دي نظرة العوام وربنا ما بيخيبش ظنه لأنه عام على قد ظنه برب ربنا بيديه، لكن لما تتقي كده مع الله تستشعر فعلا ان ربنا سبحانه وتعالى متفضل عليك قبل ما يبقى ليك فضل اخر. طب وانت كنت عملت ايه عشان يخلقك اصلا معافى البدن والعقل؟ ما عملتش حاجه، يبقى هي محض منه من الله. طب وعملت ايه كمان يخلقك معافى ومسلم كمان؟ يعني نعمه فوق النعمه. وبعد ده كله عملت ايه كمان علشان يحبب اليك اعمال الاسلام ويقر في قلبك اعمال الايمان؟
وغيره قلبه ملآن بالشبه وملآن بالتشويش، يبقى الحكاية كلها محض نعمة من الله وفضل قبل أن يظهر منك عمل أصلا، قبل أن تظهر لك فضيلة أصلا. فإذا استشعرت ذلك تستشعر أنك طفيليا، يعني أنك أنت يعني بتاخد حاجة كده مش من حقك، فطالما حاجة مش من حقك يبقى الحمد لله أن احنا طلاب، ما تستقلش بقى النعمة، ثم تستقلش النعمة، لأن الحمد لله ده أنت الوقت مرتبك في الوظيفة دي 1000 جنيه، وكل يومين ثلاثة من غير المرتب ولا حاجة بنديك 10 جنيه 20 جنيه، أما تاخدها ما تبصش هي كام النهاردة، والله يوم اديتك 5 الحمد لله أنا حاجة فوق الزيادة، يبقى أنا طفيل فيها. يوم ما اديتلكش حاجة خلاص، يوم اديتك 20 يلا مش هتحاسبني بقى، بل هتحمد على طول. ليه؟ لأنك شايف إنك أنت بتاخد حاجة مش بتاعتك، دي حاجة زيادة. فإذا استشعرت ذلك تستشعر باستمرار كمال المنة على الله، كمال منة الله عليك. مش أول ما يجي لك نعمة، أنا النهاردة صليت الفجر وقريت جزء القرآن، واعد كل النهار أسبح، شوف بركة الذكر. هو أنت اللي ذكرت، ده ربك اللي وفقك، ده هو ربك سبحانه وتعالى اللي أقامك حيث أرادك ومن عليك فوق ذلك بنعم أخرى ظاهرة. فما تفتكرش ان دي مبنية على دي، لا، فالفضل منه بلا علة، الفضل منه بلا علة منك، لا ينتظر علة منك. واين فضله عليك وانت تعصاه؟ كم مرة عصيت وفضله كان مستمر عليك، مستمر عليك وانت نائم غافل، ما منته نازلة عليك، نفس طالع ونفس شارب وتريح وتعمل وتقوم بعد ما كان جسمك متكسر تقوم. طب انت كنت وانت نايم بتقعد؟ طب ما فضله نازل عليك ويمنع ان يفزعك، فممكن تحصل حريقه حواليك تفزعك اول ما تروح في النوم، لكن امن لك كل حاجه حواليك وسكن لك كل حاجه حواليك ومسك لك كل حاجه على ما هي عليه، علشان تاخد لك كام ساعه نوم كده تقوم السرير. طب انت كنت بتعمل ايه وانت نايم؟ فهي كمال منه من الله فضل. والله وانت صاحي زي وانت نايم، هو فضله نازل عليك بغض النظر عن انت بتعمل ايه. اعرف دي كويس، ان هي من كمال منته عليك سبحانه وتعالى. ولو لم يكن هذا زيدا الله ما سقى الكافر من الدنيا شربة منه. انظر الى الكافر والعاصي المحض، الكافر المحض اللي بيبرر ربنا بالمعاصي في الظاهر، يمكن تجده لا يمرض، يمكن تجد المؤمن الصالح يمرض اكثر من الكافر. يقال على فرعون ده يقول لك لم يصب بصباع قط اكثر من 70 سنة، ولم يشعر بنقص قط، ولم يشعر بعناء قط. الله، لدرجة ان تكبر بقى، شاف كل ناس تعيا وهو لا، يبقى انا ربكم الاعلى، راح كده. وقال ابو بكر الوراق: شكر النعمة مشاهدة المنة وحفظ الحرمة. قال حمدون الخطاب: شكر النعمة ان ترى نفسك فيه طفيليا. وقال الجنيد: الشكر فيه علة. الشكر بالمعنى ده بانك انت ما تشكرش الا لما تشوف النعمه، في عله بقى، يبقى انت بتشتغل بالمقابل، يبقى انت يعني بتشتغل عبد باليوميه. اداك شكرت، ما اداكش ما شكرتش، يبقى في نوع يعني فيه عله، لانه طالب لنفسه المزيد كمان. اول ما يشوف النعمه بيشكر، بيشكر ليه؟ عشان يحبس النعمه ويزودها، يبقى في حظ نفسه، ادي العله هنا. فهو واقف مع الله سبحانه وتعالى على حظ نفسه، وان كان هو مطلوب الا انه بيقول لك ان في حاجه اعلى، هو ده حد ذاته مطلوب بس في حاجه اعلى. وقال ابو عثمان: الشكر معرفه العجز عن الشكر. شكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، لان كل شكر نعمه في حد ذاته، محتاج انك انت تشكره على الشكر وتشكره على شكر الشكر، حتى تستشعر في الاخر كمال العجز. فاستشعرت كمال العجز تبقى كده شكرت. هو ربك يريد منك انك انت تتحقق في اوصاف العبوديه، واوصاف العبوديه هي العجز، وهي الفقر، وهي الذل، وهي الضعف، وان تتعلق باوصاف الربوبيه اللي هي ما يقابل الفقر الغنى،
يقابل الضعف القوة، يقابل العجز القدرة، يقابل العز الذل العز. فكلما ارتكزت في المذلة في الظاهر كلما تعلق قلبك بالعزة في الباطن. ولذا من تواضع لله رفعه، تواضع يعني أذل نفسه أمام الخلق، رفعه أي عزه لتعلقه بالعزة. فأنت مطلوب أن تتمسك بأوصاف العبودية لأنك عبد، فينشلك الله من أوصاف العبودية بتحقيق أوصاف الربوبية في قلبك، فيجعل فقرك الظاهر غنى في الباطن به سبحانه وتعالى، ويجعل ضعفك الظاهر قوة به سبحانه وتعالى، ويجعل ذلك الظاهر عزة به سبحانه وتعالى، وهكذا. وعلى شكرا يقول ايه، قال ابو عثمان الوالحيري: الشكر معرفة العجز عن الشكر. شفت الرسول لما قال لا اخطي ثناء عليك، هو ده كمال الشكر، خلاص لا اخطي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ويقال الشكر على الشكر اتم من الشكر، وذلك بأن ترى شكرك بتوفيقه، ويكون ذلك التوفيق من أجل النعم عليه. يعني مجرد أنك تستشعر أنك أنت عايز تشكر ربك، هذا في حد ذاته توفيق، فعايز تشكر على التوفيق ده، لأن غيرك ربك أنعم عليه ما استشعرت هذا المعنى، فكونك أنت استشعرت هذا المعنى ده من كمال توفيقه. فإذا هذا التوفيق في حد ذاته عايز شكر عليه، فهو من أجل النعم عليه، فتشكره على الشكر أي على التوفيق على الشكر، ثم تشكره على شكر الشكر، ثم تشكره على التوفيق على شكر الشكر. طب وأين النعمة الأولانية اللي أنا عايز أشكر منها؟ لسه ما قدرتش أحققها، فاستشعر في الأثر العجز إلى ما لا يتناهى. وقيل الشكر إضافة النعم إلى موليها بناء الاستكانة، يعني الضعف التذلل الخضوع اللي هي أوصاف العبودية. وقال الجنيد: الشكر ألا ترى نفسك أهلا للنعمة. فعلا انت اصلا يعني مركوز على الضعف، خلقتك كده الضعف، فكونه يديلك شويه قوه ده على خلاف طبيعه، وانت اصلا مركوز في الذله، فكيف استعز وانت في الذله اركزتني، ان كيف لا استعز واليك نسبتني، كيف استعز وانت في الذله اركزتني اي ذل العبوديه، وكيف لا استعز واليك نسبتني فانا عبدك. فادي المعاني دي هي دي اللي عايز يريد ان هو يحققها في قلبه. وقال الجنيد: الشكر الا ترى نفسك اهلا للنعمه. وعشان كده لما ترى نفسك بهذه الحال لا يقل رجاؤك عند المخالفه، ولا يزيد رجاءك عند الطاعة، لأنك تنظر إلى محض فضل الله عليك وأنك في كل حال تفيض. لكن لما تستشعر أن أعمالك ومعتمد على أعمالك هي التي توصلك، يقل رجاءك عند المعصية ويزيد رجاءك عند الطاعة، لأن أنت شايف أن الطاعة تؤهلك لأن تزيد النعم عليك، وكأن الطاعة التي تصدر منك هي التي تجلب النعم إليك، فقد اعتمدت على عطاءاتك ولم تعتمد على من أطعته. ومن علامة الاعتماد على العمل قلة الرجاء عند وجود الزلل، مش قال كده في الحكم؟ من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. لكن لما تستشعر انك انت لست اهلا للنعم اصلا، ده محض فضل من الله، يبقى وانت في حال المعصية رجاءك يزيد أكثر، لأنك كنت في حال المعصية أضعف منك وانت في حال الطاعة. ليه ما تخجلش من ربك؟ ها؟ ما تخجلش من ربك. يخجل حاجة لكن ييأس حاجة ثانية. الخجل حاجة واليأس حاجة ثانية. يخجل ما يجراش حاجة، الحياء، الحياء من الإيمان. لكن احنا بنتكلم على إنه هو ييأس. ييأس من ربك، ورجاءه يقل. لما يقل الرجاء يعني يبقى فيه قنوط، يعني الرجاء يقابله اليأس مش يقابله الحياء، انما الحياء يقابله البجاح، قلة الحياء ده اللي يقابله الحياء، انه لا يستحي. وقال رويم: الشكر استفراغ الطاقة.
الشكر هو استفراغ الطاقة في الشكر. شفت النبي لما أراد يشكر ربه عمل إيه؟ أقام الليل كله، استفرغ طاقته كلها من بعد صلاة العشاء حتى أذن للفجر، لأنه أراد يوم يشكر ربه على النعم التي استشعرها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جعله سيد ولد آدم، جعله سيد الأولين والآخرين، أنه أنعم وكان فضل الله عليك عظيما وعلمك ما لم تكن تعلم، فاستشعر هذه المعاني كلها، فأحس أن هناك واجب عليه شديد لا يستطيع أن يؤديه، فلما استثقل ذلك بكى وغلبته دموعه واستغرق في البكاء حتى طلع عليه الفجر، يبقى استفرغ طاقته، يبقى هذا الشكر. وقيل الشاكر الذي يشكر على الموجود، والشكور الذي يشكر على المفقود، ويؤثر بالموجود، يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، مش كده برضه؟ يبقى في شاكر وفي شكور. شوف النبي بيقول افلا اكون عبدا شاكرا، شكور شكور اعلى من الشاكر، افلا اكون عبدا شكورا. فالشاكر الذي يشكر على الموجود، يعني الشاكر علشان يشكر مستني الاول يشوف النعم وبعدين يشكر على 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 النعم، انما الشكور بيشكر قبل ان يرى النعمة اصلا، بل يشكر حتى على فقدان النعم حتى لا تشغله عن المنعم، لان هو مقصوده الله مش النعم، مقصوده الله وليس مقصوده ان يتنعم بالنعمة، بل مقصوده ان يتنعم بالحضر. ويقال الشاكر الذي يشكر على الرفق، يعني على الضيافة والإكرام، والشكور الذي يشكر على الرب، لأنه لما يردك أراد ألا يشغلك، ألا يشغلك عنه بغيره، فتستشعر أنه. وعشان كده لا يبلغ العبد مقام المعرفة بالله حتى يرى العطاء في عين الناس ويرى المنع في عين العطاء، لما يرى هذا المعنى يبقى خلاص بلغ مقام المعرفة مع الله، ساعتها لا شيء يحزنه، طالما الله رب، طالما الله ربك يبقى إيه اللي يحزنه؟ ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك؟ لو أعطيت الدنيا وما فيها وفقدت ربك ماذا وجدت؟ فهي ثانية. ولكن لو وجدت ربك وفانت الدنيا كلها منك فقد وجدت كل شيء، بيده ملكوت كل شيء سبحانه. يرى المنع في عين العطاء أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يمنعه مما يشغله عنه حتى يخلص له، فيرى أن هذا الطرف حتى يقل حسابه ويقل سؤاله، فكل نعمة يسأل عنها، فأراد أن يقل حسابه وأراد أن يدخله الجنة بغير حساب، فلم يعطيه إلا الضروري، لكن لو أكثر لتسألن يومئذ عن النعيم، إذا كثر السؤال، فلما يقل العطاء يقل السؤال، يصير حسابه يسير، يبقى رقاق. إذا هنا يرى العطاء، يرى منع في الدنيا عين العطاء في الآخرة، ويرى العطاء في الدنيا عين المنع في الآخرة، فأدي المعنى، لأن العبد الصالح نظره للآخرة أكثر من نظره للدنيا. ويقال الشاكر الذي يشكر على العطاء، يعني يبقى في عطائه، يبقى عينه على النعمة كويس، لكن في أحلى منه، ده مقام كويس لكن في اللي أعلى منه. والشكور الذي يشكر على البلاء بشهود المبلي في البلاء والمعز في العذاب، مش كده برضه؟ إنه يرى أن الله زي ما قلت لك، عشان كده ابن عربي في الفتوحات المكية يقول لك ان فرعون في الجنة، الناس ما فهمتش. ابن عربي ولا ابن عربي؟ ابن عربي الحاتمي اللي مدفون في دمشق صاحب الفتوحات المكية، الثاني ابن عربي الملك المعاصري لقاضي القاضي، احنا بنتكلم على الوالد صاحب الفتوحات المكية محيي الدين ابن عربي، يقول ان فرعون في الجنة، الناس صاحت فيه ما فهموش كلامه، هو بيتكلم على حاجة تانية عالية فوق خالص، هو فرعون في الجنة بس مش عارف انه في الجنة،
في جنة القهر، لأنه نظر ابن عربي للقهار الذي قهره وجعله محل ظهور قهره، فكونه جعله محل ظهور قهره دي في حد ذاتها نعمة. طب ما لو كان حيوان ما كان بقى رجع تراب تاني، لكن لا، ده ليه وجود، ربنا أراد ليه وجود ويبقى ليه خلود، ومن عليه بنعمة الوجود وبنعمة الاستمرار، ثم جعله محل لظهور قهره ومحل لظهور شدة عذابه. والله سبحانه وتعالى كما أنه رحيم قهار، فلولا وجود قهر فرعون ما ظهر قهر الله، فكونه في محل ظهور القهر، فكأن ابن عربي رأى المبلي في البلاء فرأى عين النعمة. فهمت المعنى بقى؟ لكن فرعون مش كده، فرعون لما يوصف لك حاجة تانية، هو ما بيقولش ان فرعون بيقول انا في جنة، مش كده، هو قالش ان فرعون بيقول انا في الجنة، فرعون محجوب عن ربه، محجوب بالعذاب عن المعذب، بالبلاء عن المبلي، وعشان كده معذب. لكن هو بيقول اهل الله ارتقوا في النظرة، فنظروا الى المعذب في العذاب فوجدوا العذاب صار عذوبا. فهمت المعنى بقى؟ ادي كلام، لكن الناس ما تفهمش ويقعدوا يشتموا فيه، وهو يبص لهم ويضحك، هو كان يبص لهم ويضحك، وكان لما يطلعوا عليه بالطوب يضربوه وهو لسه بحال حياته، كان يتلموا عليه ويغروا عليه السفهاء يضربوه بالطوب، يقول اتركوهم انه يضربوا ابن عربي الذي فهموه خطا، لما يضربوا ابن عربي حقيقي، ابن عربي حقيقي ده كان حاجه ثانيه، هم بيضربوا فهمهم الخطا، لكن انا ما قلتش الكلام الفخوم ده. فهمت المساله؟ فالحكايه كل حاجه فيها اعمق منها، فما تتسرعش انت في انك انت يعني تقرا بعض الكلام اللي انت مش فاهمه على لسان بعض الاوليه في حال كشف معين، وبعدين وانت اصلا ما دخلتش لسه اول سلم في الولايه، وبعدين في الاخر تعترض، لان الاولياء غير معصومين في اسلوب تعبيرهم، لان يفترق الولي عن النبي. شوف النبي بقى اللي عدى المقامات دي كلها، لم يمتحن بما تعي العقول به فلم نرتب ولم نهن، عشان تعرف كمال جمال نبيه اللي عدى الحاجات دي كلها ما قالش كلمه تحتمل الفهم الخطا، لكماله صلى الله عليه وسلم وجماله ومعرفته. لكن الولي مش معصوم في طريقه التعبير، الوالي نفسه مش معصوم، هو بيعبر عن معنى صحيح لكن قد يخطئ التعبير، قد يخطئ التعبير. انت ان لم تلتزم تلتمس له العذر قل له لعله يقصد حاجه وانا مش فاهمها ليه، لانه خلاص لان انت ما تقرا في مقدمه كلامه وتعرف ان ده البديهيات اللي في ذهنك دي هو بالنسبه له مسلمه اكثر منك. وعشان كده بيقول ايه؟ الشكور الذي يشكر على البلاء، ويقال الشاكر الذي يشكر عند البذل، يعني عند العطاء يعني، والشكور الذي يشكر عند المطر، عند تأخر العطاء، عند تأخر العطاء يبقى شاكر، يبقى شكور. ها؟ هو باب المطر من باب الوزن يعني، لان ما يليقش سبحانها كده، هما بيحبوا يقولوا الكلام بطريقه تليق على بعضها عشان يحصل غلط. هو باب البذل اخرها لام يبقى المطر. فهمت ازاي؟ يعني حددتها كده عشان تحتلها، لكن هي ما يقصدش معناه اللي هي المماطله يعني، يعني التاخر. لانه بيكلم ناس بتفهم كده برضه. لو ليها دول بيكلموا ناس بتفهم. واللي ما بيفهمهمش يبقى مش فاهم. يبقى يبعد ما يخشش فين عندهم بقى. خليه بره علشان ما يعادهمش. لان معاداه الاولياء وحشه. طب خلاص ما تقعدش، عدي ومالكش دعوه. افرض انك انت قاعد كده في وسط اطباء قاعدين بيتكلموا، فلما تقعد في الاطباء اللي هم قاعدين يقولوا الحمد لله ما تخليش واحد يقول ايه ده الا للذين بيفرحوا بالمصايب، لان هو مفهومه تاني مختلف،
هو عايز ياخد تمرين وخبرة علشان بعد كده ما يقدر يواجه الامراض يقدر يواجهها موجودة كويس يبقى عنده خبرة كويسة. يطرحوا في المصايب لان هو مفهومه تاني مختلف. هو عايز ياخد تمرين وخبره علشان بعد كده ما يقدر يواجه الامراض يقدر يواجهها موجوده كويس يبقى عنده خبره كويسه. فهو عنده هذا المستوى لكن انت مش فاهم مصطلحه. بس انت مش فاهم مصطلحه يجي لك النادي قبل واحد زميله بتاع يقول له انا اما شفت النهارده حاله اخر جمال راجل مش قادر يمشي وبعدين بدور عليه لقيت عنده كلكعه قد كده ورم خبيث في ظهره داخل في العمود الفقري عمله شال حاله غريبه صورتها وفرحان بيها قوي شايلها احلى هديه. وانا هو بيبص لها من باب التدريب ومن باب الفهم ومن باب تجميع المعلومات مش بيبص لها من جانب البلاء. فهمت المساله؟ كذلك اذا كان كل واحد في مهنته ليهم مصطلحاتهم مش عايز الاولياء يبقى ليهم مصطلحاتهم سيبهم بقى يبحبحوا مع بعضهم يا اخي واطلع انت منهم. هم يقعدوا يبحبحوا مع بعضهم بيفهموا بعض. فهمت ازاي؟ لكن انت مش قادر تفهمهم لان انت مش تبعهم. لما تخش انت في وسطهم هتلاقي كلامهم كده ينزل على قلبك احلى من العسل. ليه؟ تلاقي بتفهموا ليه؟ لقيت بقيت نفس بقيت في نفس الايه النغمه بتاعته. تفهم كلامه على طول. ادي كل الحكايه فما تتسرعش. لان في ناس كتير تسرعت ويكتبوا كتب زي دي ما يعرفوش يفكوا فيها طرف، قالوا حطتها ويكتب في الهم، هامش انت اصلا تتجرأ وتكتب على هامش الأولية، حاجة وهو مش من عوام المسلمين لسه، وهو لسه من مبتدئين المسلمين، يعني في كي جي 1 ما يعرفش نواقض الوضوء على التفصيل، وقال لي حطت كتاب الرسالة التجارية حاجة غريبة، فأنت ما تعرفش النجاسات على التفصيل، فإزاي تتكلم في الطهارات؟ حاجة غريبة في الشيء. ونسأل الله السلامة. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت الأستاذ أبا سهل الصعلوقي يقول سمعت المرتعش يقول سمعت الجنيد يقول كنت بين يدي السري ألعب وأنا ابن 7 سنين. السري سقط إلى خالد وشيخه خالد ابن الجنيد وشيخه كان عنده 7 سنين كان قاعد يلعب والشيخ قاعد مع تلامذته وبين يديه جماعه يتكلمون في الشرق وهو عايز يبين لهم ان اللي بيلعب عنده فاهم احسن منه. الطفل اللي بيلعب عنده ده فاهم احسن منه. فقال لي يا غلام ما الشكر؟ قل ايه الشكر؟ فقلت الا تعطى الله بنعمه. شفت الجمال؟ 7 سنين يعني من بدايه. فقال عن سيدنا السري بقى ايه انبسط منه وكل حاجة بس خاف لحسن سيدنا الجنيد وهو سنه صغير كده لما يستحسن منه هذا يركن لايه لنفسه. فاداله كلمة كده تحفزه فقال يوشك ان يكون حظك من الله لسانك. انت الظاهر ما فيش الا لسان. انت الظاهر ما فيش الا لسان تحقق بالاحوال احسن يعني واعجب بلسان بس لو كان اثنى عليه يركن الى لسانه فاراد ان هو يرقي الى احواله. فهمت المعنى بقى؟ مشايخ بتربي يبقى ربى بيه اللي قاعدين ورباه قدام اللي قاعدين كله في وقت واحد كله شغال في وقت واحد. قال الجنيد رحمه الله فلا ازال ابكي على هذه الكلمه التي قالها السري يعني خايف لحسن ايه يطلع ان هو يعني ما زقش من الطريق الا الكلام بس لكن ما زقش بايه؟ حقيقة الأحوال. وقال الشبلي الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة. أهو ده المقام اللي احنا بنقول لك عليه ده المقام أعلى بقى. أنت لو رأيت المنعم يبقى كل ما يعطيك من بلاء أو من نعماء تبقى هي عين عطاء كفاية إن هو سبحانه وتعالى أعطى. وعشان كده عجبا لأمر المسلم أو المؤمن ما قالش المسلم قال المؤمن لأن كلام النبي دقيق عجبا لامر المؤمن
أمره كله له خير، إذا أصابته سراء شكر، وإذا أصابته ضراء صبر، وفي الحالتين عطاء لأن له الجنة، في الحالتين عطاء فله الجنة. وقال الشبلي الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة، وقيل الشكر قيد الموجود وقيد المفقود. وقال أبو عثمان شكر العامة على المطعم والملبس. العوام كل شكرهم ايه؟ ان ربنا يعني يزود رزقه، يكثر امواله، ينجح عياله، يجوز بناته، يعفيف بدنه، يحافظ على المواشي بتاعته، على المصنع بتاعه. شو ده شكر العوام؟ عايزين كده، فعلى المطعم والملبس يعني على الدنيا، شكر العوام على امور الدنيا. وشكر الخواص على ما يرد على قلوبهم من المعاني، من الفهوم بقى. خواص يهمه انه يكون فاهم عن الله، الفهم عن الله هو ده شكر الخواص. كل ما يزداد فهمه عن الله كلما ازداد اتعاظا، كلما ازداد قربا من الله، بغض النظر عن تجيبه ايه الظاهر. وقيل قال داود عليه السلام، سيدنا داود النبي، كيف اشكرك وشكري لك نعمة من عندك. اهو استشعر العدل سيدنا داود، استشعر ان الشكر على النعمة نعمة، حد ذاته عايز شكر. طب وانت اشكرك بقى على النعمة الاولانية، من حصل اشكر فالشكر بتاعي في تسلسل، وفضلت النعم الاولانية دي انا ما عملتش فيها حاجة لسه، طب ازاي ادي بقى شكرها؟ كيف اشكرك وشكري لك نعمة من عندك، يعني يحتاج لشكر اخر. فأوحى الله إليه الآن قد شكرتني، أي باستشعار العبد. ليه؟ لأنه تحقق بمقام العبودية اللي هو العبد. فهمت ازاي؟ أدي المعنى. وقيل قال موسى عليه السلام في مناجاته، إلهي خلقت آدم بيدك وفعلت وفعلت فكيف شكرك؟ يعني خلقت بيدك آدم، وخلقت من ذريته الأنبياء والمرسلين، وجعلتني أنا من الأنبياء والمرسلين، وجعلتني كليمك، وما أنت أشكرك إزاي؟ أعمل إيه ولا إيه؟ يعني أقول إيه ولا إيه؟ فإن سيدنا موسى بيعدد النعم كلها لدرجة إيه؟ إنه عجز عن إنه يشكر. فقال علم أن ذلك مني، فكانت معرفته بذلك شكره لي، إنه نسب النعم إليه، بس حد ذاته شكر. وبعدين من رحمة من باب رحمة الله على عباده ان يقبل منهم القليل من العمل ويسيبهم على الكثير من العمل. وقيل كان لبعضهم صديق فحدثه السلطان، كان لبعضهم يعني لبعض الاولياء، يعني لبعض الاولياء الناس الصالحين كان له صديق، فحدثه السلطان اعتقلوه، قبضوا عليه، رموه في السجن، فأرسل إليه، بعت له جواب يمكن يكون له معرفة، يدعي له أي حاجة، قال له حقنا نتحدث. فقال له صاحبه، بعت له مرسال، قال له اشكر الله تعالى، قل له من عليك بالحق، احمد ربنا، ده البلاء ده وراه منحة كبيرة وترك. فدور يبرده مذكورة زي علقة هو السجن. فكتب إليه قال له لا لا، ده أنا سجن ما كنتش قابله، هو السجن كان مبادلة وضرب، ده عبد الحقن. فكتب إليه فقال أشكر الله تعالى، هو هيشكر على إيه؟ على الضرب والحب؟ مش فاهم هو. فجيء بمبوت مبطون وقيد، وجعلت حلقة من قيده على رجل هذا وحلقة على رجل المبوت. جابوا واحد مبوسي يعني كاف، مبطون يعني عنده اسهال، وراحوا رابطينه حلقه رجل المبوسي وحلقه رجل الجدع ده صاحبه ده اللي هو مش عايز لسه يشكر. ما هو كل ما يقول اشكر على ايه؟ تنزل البلاء، خد بالك. فهو لما ما شكرش اول مره اترزع، بعت له قال له اشكر الله، ما فيش. راحوا جابوا المبوسي ده اللي عنده اسهال، ربطوه في رجليه، وطول الليل الثاني عنده اصرار رايح جبت الميه وبر الجوار، يفضل واقف عليه لحد حد ما يقف. هذا بلاء نبيل بعد كده ربنا ينجي. فكان يقوم المجوسي بالليل مرات، واخد شربه بقى
وهذا يحتاج ان يقوم على رأسي حتى يصل وده الزواج كده مستنيه خلص مربوط بحسن. فكتب الى صاحبه قال له الحقني كل الزواج قل له احنا قاعدين بنتدهور. فقال اشكر الله تعالى. فقال الى متى الى متى تقول يعني الى متى تقول اشكر الله امتى خلص امتى واي بلاء فوق هذا. فقال له صاحبه لو وضع الزنار الذي في وسطه في وسطك يعني لو كنت كافر زيه كفايه انك انت مؤمن كفايه انك انت مؤمن هو في نفس بلاءك وكافر وانت في نفس بلاءه لكن مسلم شايف نعمه الاسلام هو عايز يرد الحاجه ثانيه. لو وضع الزنار الذي في وسطه في وسطك ليه علامه الكفر يعني كانوا يربطوا كده حبل على وسطهم علامه ان دول كفار يعني. ولحد دلوقتي في بعض طوائف الفصاوصه تلاقي يربطوا حبل كده على اللبس بتاعهم بيسموه الزنار ده بالبني وشكله بيبقى مراحل كهنوتيه كده قبل ما يبقى كافر قوي يبقى لسه كافر بس مش قوي بعد يبقى كافر قوي وبعدين كافر قوي قوي كل ما يبقى كافر بالقوي كل ما يترقص ربنا ينجينا. فقال له صاحبه لو وضع الزنار الذي في وسطه في وسطك كما وضع الخيل الذي في رجله في رجلك ماذا كنت تصنع؟ كنت هتقول ايه ساعتها؟ فهو كان يشكر الله الاول بقى ما كانش اتوزع علقه ما كان شكر الله الاول ما كانش طيب مع فالواحد يشكر ربنا يفرج عما هو فيه يعني ترى المبلي في البلاء وترى المعذب في العذاب. والمصريين يقول لك برضه الحبيب زي اكل الزبيب كده برضه يعني لو بتحب ربك يبقى اي بلاء يجي من عنده تبقى احلى من الزبيب مش كده برضه؟ شفت المثل المصري ده؟ ده اللي عملوه دول اولياء الظاهر اولياء من العوام اصل في اولياء عوام يعني اولياء من العوام يعني في اولياء كتير يمكن لم يقرا ولا لا يقرا ولا ما دخلش مدارس ولا فهمه في الحياه كده ونظرته للدين ونظرته لله عز وجل وايمانه بالله وتعلقه بالله تعلق ولي ولي كبير. وكثير من الاولياء كانوا لا يقراوا ولا يكتبوا ختموا القران يا سيدي عبد العزيز دباب كان امي لا يقرا ولا يكتب وكان ولي كبير ولي كبير يعني له كرامات عجيبه. وسيدنا محمد وفد اللي هو بتاع السبا الوفائيه ابوه محمد وفد ابن علي وفد وابن علي وفد احمد وفد كلهم مدفونين في مسجد السادات الوفائيه. وسيدي علي صواب كل دول كانوا اميين لا يقراوا ولا يكتبوا اولياء كبار اولياء كبار حفظوا القران ولهم تفاسير يعجز عنها العلماء الكبار اللي بالعمم قد كده كانوا يقعدوا يفسروا في الفاتحه بالشهور الطويله ما يخلصوش ويقعدوا على ايديهم شويه العلماء اللي هم قضوا عمرهم في الازهر مش عارفين بيجيبوا الكلام ده منين اولياء كبار. مكتوب دوت مكتوب فيها ما حدش سجلها ما كانش لسه محمد علي طلع ولا موسى ولا موسى البحر المزيد بس مطبوع منه بعض الاجزاء كله نزل ولا ازاي؟ وقيل دخل رجل على سهل بن عبد الله سيد البكري قالوا له فسر الفتح في الارض بكري ده برضه من الاولياء الكبار قالوا له تعالى كده بنعمل لك درس في الازهر وفسر لنا الفتح. دخل في بسم الله الرحمن الرحيم بدا بالنقطه تحت الباب استمر عده شهور وانقطع وما خلصت لسه معنى النقطه سيدي عاوز معروف يعني يقول لك جاء في هذه النقطة بما لم يجيء فيه الأولين والآخرين من معاني عجيبة وكل مرة تبيعهم بمعاني جديدة كل ما يقابلهم في درس معاني جديدة كل ولسه ما دخلش في بسم الله الرحمن الرحيم يخلص طب ايه هيخلصوا امتى دي؟ وقيل دخل رجل على سهل بن عبد الله فقال له ان اللص دخل داري واخذ متاعي فرأوني. فقال له اشكر الله تعالى لو دخل اللص قلبك وهو الشيطان وافسد التوحيد ماذا كنت تصنع؟ احمد ربك انه ما دخلش قلبك وسرق منك التوحيد خد منك الدولاب والفيديو والتلفزيون والثلاجه وكم الف جنيه ايه
أدام قلبك عامر بالإيمان خلاص ليها ونعم. شفت نظرة الأولية بقى للأمور، لأن الدنيا كلها ثانية قبل أن تفنى في نظرهم، يعني الدنيا في نظرهم قد فنت قبل أن تفنى. شوف قد إيه قد فنت بالفعل، يعني هو بينظر إلى ما قالها كأنها حدث. والرسول كانت نظرته للدنيا كده على فكرة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجيله طبق فيه تمر هدية، ياخده يحط مكان التمر ذهب ويرده، يعني مكان التمر ذهب، يعني كأن التمر والذهب حاجة واحدة عند الناس، حاجة واحدة عند الناس، لأن كل ما فوق التراب تراب. شفت المعنى بقى؟ فدي نظرتهم، هم دول الوراث الحقيقيين. كل من عليها فان، فان يعني في الحال على فكرة، يعني فان. أمال أنت، أنت في خلق جديد، في كل لحظة بتفنى وربنا بيمن عليك بواحد جديد، في كل لحظة أنت واحد جديد. لكن لو نظرت بين آنيات الإمداد لوجدت الفناء. فاللي بيصل في الأولية إلى مقام الفناء ينظر إلى آنيات الإمداد، واللي ينظر من أولية إلى مقام البقاء بينظر إلى توالي الإمداد. وكل واحد على حسب نظرته. طبعا طبعا في كل لحظة في فناء. فكرك انت جلدك اللي قدامك ده هو يعني كله طبقاته بتتجدد كل حوالي شهر، دمك ده كله بيتجدد، كرات الدم الحمراء كل 120 يوم تتغير كلها، والصفائح الدمويه كل 6 ساعات، ومش عارف ايه كل 3 ساعات، الغشاء المخاطي اللي في من اول الفم لحد الشرج بالجهاز الهضمي كله كل 24 ساعه، كل 24 ساعه يتغير جهاز غشاء مخاطي جديد. يبقى انت قبر ماشي شايل جثتك، يعني انت مدفون جواك وبيتخلق جواك واحد بدالك، كل شويه واحد بدالك بيتخلق جواك وانت مش واخد بالك، بل هم في شك بل هم في لبس من خلق جديد. وعشان كده نقول كل من عليها فان، يبقى فان بالفعل فان، ولكن لتوالي الامداد، بحيث ان التوالي الامداد ده من السرعه بما كان، بحيث انك لا تستشعر معنى الفناء لانك في مقام البقاء. لكن في بعض الاولياء وصلوا الى مقام الفناء فنظروا الى انيات الامداد، ما بين انيات الامداد، فلم يرى في الكون شيء الا الله. وشكر يسالوه ايه اللي قدامك؟ الله. ايه اللي وراك؟ الله. وين الله؟ مين انت؟ الله. كله الله. الراجل بيقول حلول هتقتلوه، هو مش دريان بالدنيا، لا هو في مقام كل من عليها فان، هو في مقام كل من عليها فان. سيدنا بلال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر عليه ويقول له السلام عليك يا بلال، كان بيرد عليه يقول له احد احد، يعني كان تايه، كان في مقام الفناء، ما كانش يقول له عليك السلام يا رسول الله، ما كانش شايفه، ما كانش شايف حاجه خالص ولا حاسس بحاجه خالص، ده كان في مقام فناء تام. احد 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 احد، فكان مش شاعر حتى بجلده هو بيتحرك، ولا بالحجر هو على صدره، ولا شاعر بمين بيعذبه، ولا شايف حد عن اي حد. عشان الناس يقول لك الصحابه ما مرتش بالمقامات دي، ده انت اللي ما درستش السيره ده، الصحابه مروا كل المقامات دي وانت مش واخد بالك، بس ما سموهاش، عاشوها وما سموهاش، بس ادي كل الحكايه. وقيل سكر العينين ان تستر عيبا تراه بصاحبك، وعينيك ان ادت اليك مساوية فقل يا عين للناس اعينهم، كلام الامام الشافعي بقى الحلو، وعينيك ان ادت اليك مساوية فقل يا عين للناس اعينهم، انت عينتين اثنين بس شفت المساوئ، طب في ملايين العيون شايفاه بقى، اذا اردت ان تفضح الناس اللي انت شفتهم فالاف الناس هتفضحك، وان سترت الناس بلسان واحد ربنا هيستر عنك عيبك من ملايين الالفين. فالحكاية واضحة، ان تستر عيبا تراه بصاحبك، وشكر الاذنين ان تستر عيبا تسمعه فيه. فما بالك بقى هو ما قالش، تقول له لا انت قلت، يقول لك انا ما اقصدش، لا انت تقصد، بطل افترى بقى على خلق الله، هو بيقول لك انا ما قلتش، لا تقول له لا انت قلت، يقول لك طب انا ما اقصدش، لا انت تقصد، دخلت قلبه، يعني ما فيهاش حل، يعني انت جاي تتخانق اتقي الله مع خلق الله، مش بيعملوا كده؟
لكن لازم تعترف انك قلت، ولازم تعترف انك كنت عايز تعمل كده. ولو ما اعترفتش هتعترف برضه. وعشان كده لما اصدروا قرار للقبض على كل الحمير فلقوا الجمل هربان عند الحدود، جمل هربان، فقالوا انت هربان ليه؟ قالوا انت هيقبضوا على كل الحمير. قالوا طب انت مش حمار؟ قالوا حلاني بقى على مثبت ان انا مش حمار. وقيل الشكر التلذذ بثنائه على ما لم يستوجبه من عطائه. أعوذ بالله. يا سلام. يعني حتى قبل عطائه تشكر ربك، تشكر ربك على كل شيء حتى ولو لم يأتيك العطاء، قبل العطاء وبعد العطاء، لأنك بتنظر إلى الله. سمعت السلمي يقول، سمعت محمد بن حسين يقول، انك انت تتلذذ بذكره بغض النظر عن عطائه. كلمه يستوجبه دي، ايوه معلش، ما هو بيكلمك بقى من باب استيجاب الذي اوجبه الله على نفسه لعباده برحمته ورحمانيته. مش كتب على نفسه الرحمه والعطاء رحمه؟ خلاص ما يجراش حاجه. سمعت السلمي يقول، سمعت محمد، انت هتعدل على اوليه يعني، بس الكلمه يا سيدي احتاج الاوليه من ربهم ياخدوا راحتهم، ياخدوا راحتهم هم في الكلام يا اخي. انت تأول كلامهم على المعنى الحلو اللي يليق. ليه؟ لانهم اولياء كبار، ما يصيرش المعنى القبيح. لا لا لا، انا بس مجرد اللفظ بس فزعني مش اكتر من كده. معلش ما جراش. سمعت السلمي يقول، سمعت محمد بن حسين يقول، سمعت الحسن بن يحيى يقول، سمعت جعفرا يقول، سمعت الجنيدي يقول، كانت برين إذا أراد أن ينفعني يسألني. يعني سيدنا الجنيد بيقول لما كان السري يحب ينفعه بمعنى من المعاني يسأله عنه الأول عشان يشوف مدى عمق فهمه في هذا المعنى، وبعدين إذا وافق وافق، ما وافقوش يعلمه. فقال لي يوما، يا أبا القاسم ما الشكر؟ فقلت له ألا يستعان بشيء من نعم الله تعالى على معاصيه. فقال من أين لك هذا؟ فقلت من مبالغتك، يعني رد الايه الخير لشيخه برضه. نعم يعني فانه انبسط من هذا الفهم. قال له عرفت الفهم ده منين؟ قال من مبالغتك، اي ببركه مبالغتك. وقيل التزم الحسن بن علي الرتب، سيدنا الحسن ابن علي اخو سيدنا الحسين ابن ستنا فاطمه ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم نفعنا الله بهم جميعا. وقال شو بقى ادب، بقى ادب الدعاء مع الله. وقال إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بترك الشكر، ولا أدمت الشدة بترك الصبر. إلهي ما يكون من الكريم إلا الكرم. يبقى بيكلم ربه بالعجز، بيكلم ربه إيه بالعجز، وتمام العجز واستشعار تمام العجز هو ده عين الشكر. وقيل إذا قصرت يدك عن المكافأة فليطل لسانك بالشكر. نعم، ده بالنسبة للخلق، من لم يشكر الخلق لا يشكر الخالق، لأن اللي ينظر إلى الخلق إن هي أيادي الحق متوجهة إليه يبقى لابد أن يشكر هذه الأيادي التي توجهت إليه لأنها من الله. فإذا قصرت يدك عن المكافأة مش قادر تدي لده، كل واحد يعمل لك خير ربنا يجري الخير على ايده، وانت ما عندكش بقى تكافئ كل واحد، ما عندكش فلوس تكافئ الناس دي كلها، تعمل ايه؟ فليطل لسانك بالشكر، فيقول له جزاك الله خير، اكرمكم الله. اي دعاء من الادعيه دي تنتفع الناس. وقيل اربعه لا ثمر لاعماله، يعني اربعه اشياء ما لهاش ثمر من الاعمال. مصره الاصم، بتوشوش قطره. ليه يا معنى؟ بس لو عليك صوت غسل مش هيسمعك، انا بالك بتوشوشه. مصره الاصم وواضع النعمه عند من لا يشكر، حطها كبير خلاص اختفى، ما ده لا يشكر مش هيشبع. والبادر في السبقه اللي بيزرع في ارض بور، والمسرف في الشمس واللي بيولع المصباح في الشمس، ملوش معنى. يقول له انت بتعمل ايه؟ اسمه تحصيل حاصل. وقيل لما بشر ادريس عليه السلام بالمغفره سال الحياه،
فقيل له سيدنا إدريس النبي فقيل له فيه قالوا له طب ايه حكاية حياة ايه بقى مش ربنا غفر لك المفروض بقى تفرح بقى وتريد لقاء الله عايز حياة تاني طب ما خلاص غفر ليه حتى الملائكة مش فاهمة يعني دليل سيدنا إدريس فاهم أكثر من بعض الملائكة فقيل له فيه فقال لأشكره قال لهم ده أنا عايز أعيش مش عشان كده علشان أنا الوقت كنت بطلب في الفترة اللي فاتت دي كلها المغفرة خلاص عرفت إن غفر لي عايز بقى أعيش حبة قدها أشكره على المغفرة نفسها فإني كنت أعمل قبله للمغفرة فبسط الملك جناحه وحمله عليه إلى السماء ورفعناه مكانا عليا إكراما لإيه؟ للشكر وقيل مر بعض الأنبياء عليهم السلام بحجر صغير يخرج منه الماء الكثير لو حجر صغير كده قاعد بيبض ماء كثير فتعجب منه فأنطقه الله معه فقال بيقول له ايه الميه اللي طالعه منك كثيره كده ليه يعني مش قد حجمك يعني فقال مذ سمعت الله تعالى يقول نارا وقودها الناس والحجاره وانا ابكي من خوفي خايف حتى يكون هو من ضمنها من ضمن الحجاره دي قال فدعا ذلك النبي ان يجير الله ذلك الحجر فأوحى الله تعالى إليه أني قد أجرته من النار فقال للحجر اسكت يعني خلاص احنا دعينا لك وربنا أجرك من النار ومش سابق بعد فترة طويلة عدى تاني في الحتة اللي فيها الحجر ده فمر ذلك النبي فلما عاد وجد الماء يتفجر منه مثل ذلك لقى برضو لسه الماء طلع منه تاني فعجب منه فأنطق الله ذلك الحجر معه فقال له لما تبكي وقد غفر الله لك فقال ذلك كان بكاء الحزن والخوف وهذا بكاء الشكر والسرور. الله شفت بقى حتى الحجر وربنا ما ده ربنا المثل ثم قست قلوبهم من بعد ذلك ذاك الحجارة أشد قسوة وإن من الحجارة لما تفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق ويخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. انا عندي هنا في قال عقيل عندك حاجه قال عقيل وهذا بكاء الشكر والسرور بعدها ايه وقيل الشاكر مع النبي وقيل بس انا هي عندي مكتوبه غلط وقيل انا حطيت لي عين صافي كانها عقيل وقيل الشاكر مع المزيد لانه مع شهود النعمه في شهود النعمه لأنه في شهود النعمة نعم قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم والصابر مع الله تعالى لأنه في شهود المبتلي قال الله سبحانه إن الله مع الصابرين يعني كأن الصبر عند البلاء شكر والصبر الذي لا جزع معه وقيل قدم وفد على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وكان فيهم شاب فأخذ وقته وفد فيه ناس كتير وده وشاب صغير كده في الصوم هو اللي بيتكلم في النيابة عنه فقال عمر الكبر يعني خلينا الأكبر منك انت ايه ده حتة لسه صبي صغير بيتكلم عن الناس خلي الكبار يتكلموا فقال له الشاب يا أمير المؤمنين لو كان الأمر بالسن لكان في المسلمين من هو أسن منك فلما قال له كده لقى منطقه سليم وجلاء كلامه جميل فقال تكلم فقال لسنا وفد الرغبة ولا وفد الرهبة أما الرغبة فقد أوصلها إلينا فضلك وأما الرهبة فقد آمننا منها عدلك فقال له فمن أنتم فقال وفد الشكر جئناك نشكرك وننصرف لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله وده من باب حسن إيه يعني تأتي هذا الشاب وحكمته في الكلام وأنشدوا ومن الرزية أن شكري صامت عما فعلت وأن برك ناطق الرزية اللي هي المصيبة يعني لما الناس العوام يقول لك ربنا يرزقك يعني يرزقك جاية من الرزية من المصيبة يعني حقه بقى يقول ربنا يعطيك أنا مش قال هو يرزقك بالقاف كده وهي صعبة على لسانه قول له يا أخي ربنا يعطيك إنما ربنا يرزقك يرزقك دي الرزق
الرجان الرضية والرضية المصيبة. فعلشان كده العوام هقوم يغيروها شوية. ايه بس العوام بيقولها يرزيك يعني ربنا يرزقك ويجرى يرزقك. لا احنا لينا باللفظ بقى، خلينا نتعلم لينا بالالفاظ بقى. حلوة كده، مش الايمان والحاجات دي ليها الدعاء. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير. اوحش دعاء ان عند العوام ربنا يديك على قد نيتك وربنا يرزقك، وهي منتشرة عند المصريين. ربنا يديك على قد نيتك وكلك لنيتك، وانت نيتك وحش فواكلك لحاجة سيئة. ايوه ما هو ما بيقولهاش من غير مدح، لما يكون بطلعات ولا لا لا انت تعمل لواحد خير ويقول لك ربنا يديك على قد نيتك. انت جاي تشكرني في اخر الليل، قول ربنا يديك على قد كرم. انما نيتي انا نيتي الرب اعلم بيه، انا مش عايز اقابله بنيتي، انا عايز اقابله بكرمه. فهمت ازاي؟ فالراجل من ساعتها لحد دلوقتي كل ما يقول ربنا يديك على قد كرمه. ايوه يا ما هو في اول الشارع انا بقول ربنا يديك على قد كرمه. اتعلمها بقى خلاص. وبعدين يرزقك يعني الرضيه. ده يا ابن الرضيه كان ياخد بالك. فقال له قول لي ربنا يعطيك، ربنا يرضيك. ايه باللغه العوام برضه تمشي. اه بقى ما تقول له ربنا يرزقك وهو مش عاود، مش متعود على الطاف دي، مش كده؟ أو. وهنا من الرضية، الرضية اللي هي البلاء يعني. ومن الرضية أن شكري صامت عما فعلت وأن برك ناطق. يعني الرضية أنك أنت تحسن إلي وما تذكرش إحسانك، وأول ولكن إحسانك ناطق علي. يعني الخير ما يبانش على الثاني. أأرى الصنيعة منك ثم أسرها، إني إذا ليد الكريم لا سارقه. يعني وانا لما يجي الخير من ناحيتك ما جبش سرته، وبعدين اول ما يبتليك ربك تنسى كل النعم اللي انت ما عملت ايه، بس عملت ايه يا رب النهارده بس علشان تعطلني كده؟ ليه كده؟ ليه كده؟ ما هو كرمك وكل يوم ما بيعطلكش، بقالك 20 سنه بتروح شغلك بدري، وبعدين النهارده بس اتزحلقت ورجلك اتكسر. ايه الحمد لله مش حاجه، احمد ربك كانت رجلك دي هتوديك المهاد. ربنا حبسك في المستشفى الشهر ونص دول، لان كنت الشهر ونص دول كنت هترتش، كنت هتعمل مصيبه سود، فراح ربنا حبسك في العنايه المركزه. احمد رب، انت ما تعرفش كان هيجرى لك ايه ولا ايه ولا ماضح. فالواحد لازم يبقى عنده كده بصير. أأرى الصنيعة منك ثم أسرها، إني إذا ليد الكريم لسارقه. وقيل أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام ارحم عبادي المبتلى والمعافى. فقال ما بال المعافى؟ طب المبتلى خلاص ارحمه لانه يتعب عليه، مش هيشوف بلاء، ما بال المعافى؟ فقال لكل قلة شكرهم على عافيته اياه. ده في حد ذاته بلاء. وقيل الحمد على الانفاس والشكر على نعم الحواس. يبقى الحمد عام طبعا، الشكر يكون على النعمة المحسوسة مش كده برضو، لكن الحمد على نعمة الإيجاد أصلا، على نعمة الوجود أصلا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم من عليك فصرت موجودا، ولست موجودا معتادا بل موجودا لك إرادة واختيار مكلف، أرسل إليك الرسل وفهمك. وفي من الموجودات حجر لا إرادة له ولا اختيار ولا حركة، وفي من الموجودات من له حركة ولا اختيار كالنبات، وفي من الموجودات من له إرادة وله حركة كالحيوان، ولكن لا اختيار له ولا عكس، ولكن كرمك وجعلك سيد في هذا الكون. فعايز بعد كده نعمة؟ فهمت ازاي؟ وعلشان كده الحمد على الأنفاس اللي هي نعمة الإيجاد، فالحمد أعم. وعلشان كده بداية القرآن الحمد لله رب العالمين، البداية ما قالش بداية الشكر لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، لأنه أعم. والشكر على نعم الحواس والشيء المحسوس بقى اللي أنت حاسه. وقيل الحمد ابتداء منه والشكر ابتداء منك. وقيل الحمد ابتداء منا ولا ابتداء منه؟ عندك ايه؟ عندك ايه؟ ابتداء منه. منه ما تكون سببه الحمد. ابتداء منه يعني من الله، حيث بدأك وأرادك موجودا وأراك مهديا
وأراك عابدا شاكرا واصلا إليك، فهو ابتداء منك. والشكر ابتداء منك بالتبنى. ايه عندك ايه؟ بالطاق ولا بالفاء؟ وعندك ايه؟ طاق. ابتداء من الفور. وابتداء بيبدي نفسه بشيء. ينفع باثنين خلاص. وابتداء فان النعمة هي التي تقودك الى الشكر. نعم. تمشي بالطاق. كده برضو النعمة تقودك الى الشكر ابتداء منك. يعني كأن الله سبحانه وتعالى علق القوت اللي هو ما تقاد على عنقك بكمال منته، فقادك اليه شكرا لك مذعنا بشكري كده برضو. او ابتداء منك اي بتبتدي نفسك يعني من التقصير في النعمة، معناها صحيح لكن الاولان ابلغ. وفي الخبر الصحيح اول من يدعى الى الجنة الحامدون لله على كل حال، وقيل الحمد على دفع والشكر على ما دفع. الحمد على ما دفع والشكر على ما صنع، يعني الحمد على ما منع من البلاء، لان قد تكون النعمة بلاء. مش قال وابلوكم بالشر والخير ايه؟ ولا قال الخير خير؟ لا لا الفتنة برضه. هو الفتنة حلوة؟ لا طب ما هوش ايه؟ لان اذا كان في الخير يأتي فينسيك الفاعل يبقى هو ده عين الفتنة، مش كده برضو؟ يبقى الحمد على ما دفع اي ما دفع من البلاء، والبلاء هو كل ما يحجبك عن رؤيته سبحانه وتعالى والوصول اليه. والشكر على ما صنع اي من العطاء. وحكي عن بعضهم انه قال رأيت في بعض الاسفار شيخا كبيرا قد طعن في السن، فسألته عن حاله فقال اني كنت في ابتداء عمري يعني وانا شباب اهوى ابنة عم لي، بيحب بنت عم، وهي كذلك كانت تهواني، فاتفق انها زوجت مني، فليلة زفافها قلنا تعالي حتى نحيي هذه الليلة شكرا لله تعالى على ما جمعنا، فصلينا تلك الليلة ولم يتفرغ احدنا لصاحبه. فلما كانت الليلة الثانية قلنا طب نشكر ربنا بقى على الليلة اللي قبلها، قلنا مثل ذلك، فمنذ 70 أو 80 سنة نحن على تلك الصفة كل ليلة. الله أليس كذلك يا فلانة؟ يقول لامرأته قاعد. فقالت العجوز كما يقول الشيخ. الله الله يعني لسه ما عملوش الظهر. الله ليه؟ لانشغالهم بربهم عن لذة الدنيا. الله لانشغالهم بالمنعم عن النعمة. هو ربنا اوقع حبهم لبعض، فربنا اداهم اللي هم عايزينه، فانشغلوا بالمعطي عن العطاء. دي آية كده ربنا بيجعلها للناس عشان يتعلموا بس. لكن لو كل الناس كده ما كانش حد خلف ولا حد راح ولا جه والدنيا كانت وحشة. لكن ربنا اراد يبين لك مقامات بعض الاولياء واحوال بعض الناس الصالحين الكبار واهل الشكر اللي يغلبهم حال الشكر وكمال المنة والنعمة. فربنا ينفعنا بأولياء الله الصالحين ويحققنا بحقائقهم. اللهم حققنا بحقائقهم واجعلنا على قدمهم، ووفقنا يا رب لما وفقتهم إليه. اللهم خذ بأيدينا إليك أفضل الكرام عليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عددا